إذن إيران تحقق وتهدد وتتوعد برد قاسي جدا، كيف تقرأ هذا المشهد؟ نعم، تحياتي لك ولجميع المشاهدين. المشهد يعني متدحرج، والصورة بالمجتمع الإسرائيلي بدأت تتغير في اللحظات الأولى بعد الاغتيال، سواء كان الذي جرى في الضاحية أم في طهران. أدخل المجتمع الإسرائيلي في حالة نشوة يعني غير مسبوقة، خاصة بعد شهور طويلة من الحرب التي لم يتم التحقيق بها إنجازات حقيقية تذكر، فبالتالي دخل في حالة من النشوة. ثم بدأت تتعالى الأصوات التي تقول أن ما جرى من اغتيالات هي مجرد انتصار معنوي لا يفيد استراتيجيا، وهذا سمعناه من شخصيات عسكرية سابقة، بمعنى أغلب المؤسسات العسكرية الإسرائيلية ومراكز الأبحاث أو ما يسمى بالثينك تانكس الإسرائيلية، سواء كانت أكاديمية أم عسكرية، تقول أن استراتيجية الاغتيالات أساساً غير مجدية، وأن حماس قادرة والفصائل الفلسطينية دائماً قادرين على انتخاب وقيادات جديدة. الآن بعد نشوة الانتصار دخل المجتمع الإسرائيلي في حالة من الخوف والرعب والهلع. الشوارع الإسرائيلية خاصة في منطقة تل أبيب أغلبها فارغة، خاصة في ساعات الليل، وهي تل أبيب مثلا منطقة تعج بالناس ليلا. دخل المجتمع الإسرائيلي في حالة من الخوف، بدأ الخوف يؤثر أيضا على الحالة الاقتصادية في إسرائيل، انخفاض قيمة الشيكل أمام الدولار، كلما تأخرت الضربة كلما انخفض قيمة الشيكل أمام الدولار، وهذا يشكل يعني ضرب مهم للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة وأنها يعني ما زالت تدفع عبء الحرب وتريد أن تخرج من الحالة الأزمة الاقتصادية الموجودة. الآن ما الذي جرى هو أن إسرائيل تصرفت كذئب جريح وقامت بمهاجمة الضاحية وقامت بمهاجمة طهران. هذا الذئب الجريح الآن لا يمكن ضبطه، وأعتقد أنه يعني يتخبط وما زال يعيش الحالة التي عرفناها منذ بداية الحرب، وهي فقدان أي سياسة استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة. إسرائيل عندما اتخذت قرار في الاغتيالات هي تدرك تماما أن هذه القرارات لا تخدم الأهداف الاستراتيجية المعلنة في الحرب، لا يقربها نحو تحقيق أهداف الحرب، على العكس تماما. طيب لكن ما السبب؟ نعم سيد شادي، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا لنتابع فقط هذه الصور لوزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير الذي يقوم بتفقد موقع عملية الطعن في منطقة حولون بتل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة اثنين آخرين، بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية تحييد منفذ العملية. بن غفير دعا الإسرائيليين لحمل الأسلحة. إذن هذه لقطات مباشرة لتفقد إتمار بن غفير موقع هذا الحادث، حادث الذي شهد عملية طعن قرب تل أبيب، والذي أسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين. وتم الإعلان عن زيارة إتمار بن غفير إلى هذا الموقع، ويعني يتماشى ذلك مع الإجراءات الإسرائيلية منذ هذه العملية. أعود إليك سيد شادي، يعني كل هذا الانفجار في الأوضاع، يعني هذه الأحداث كنا نتابعها في الفترات الماضية، ولكن ازدادت الوتيرة، وهذا يعني رد فعل طبيعي لكل ما تقوم به إسرائيل ولتفجر الأوضاع. حتى في الداخل الإسرائيلي هناك حالة من الرفض لاستمرار هذه العملية العسكرية، خصوصا من عائلة المحتجزين. نعم صحيح، في هناك حالة من الرفض، ولكن عندما اتخذ قرار في الاغتيال اتخذ قرار على مستوى ليس فقط نتنياهو، على حتى المستوى العسكري والدولة العميقة أيدت هذا الاغتيال، لدرجة أن استطلاع الرأي أشار أن 61% من المجتمع الإسرائيلي أيدوا حالة الاغتيال، مما يعني أن هناك تراجع في الشارع الإسرائيلي فيما يتعلق بملف صفقة التبادل، وهذا التراجع يعني بسبب عدة عوامل، لكن نستطيع أن نقول التحول المركزي الأساسي الذي حصل قبل عدة أيام هو الذي دفع الجيش باتخاذ أو الموافقة على هذا القرار، وهذا ليست مسألة بسيطة، اقتحام معتقل سدية تيمان واقتحام معتقل بيت ليد. عندما تجرأ المجتمع الإسرائيلي على الهجوم على ثكنة عسكرية، هذا يعتبر تغير كبير جدا، واستطلاعات الرأي أشارت إلى المدى الذي تراجعت فيه
مكانة الجيش أمام المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الجيش يقدم نفسه باعتباره بوتقة الصهر التي ينصهر فيها كل الطوائف المختلفة في المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي داخل هذا الجيش. بدأ يتراجع مكانة الجيش، والانتقادات بدأت تصب على الجيش من كل صوب. كان لابد من الجيش أن يتخذ قرار بتصعيد العمليات لاستعادة قوة الردع واستعادة ثقة المجتمع الإسرائيلي في هذا الجيش. إضافة وتزامن ذلك مع رغبة نتنياهو أيضا في أن يستعيد مكانته وأن يطيل أمد الحرب. نتنياهو معروف أنه يطيل أمد الحرب، لأن انتهاء الحرب دون تحقيق الأهداف المعلنة قد يعني انتهاء حكمه. المستوى العسكري أو المؤسسة العسكرية ترى بهذه العملية تخدم مصالحها وتعيد مكانة الجيش واعتبار الجيش أمام المجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى الدولة العميقة الإسرائيلية التي أقلقها جدا الاعتداء بالأيدي على الجنود الإسرائيليين، وهي ترى أنه يجب أن يكون في هناك متغير كبير لكي يعيد الوحدة واللحمة في المجتمع الإسرائيلي. لكن بعد تنفيذ هذه العملية دخلنا في مرحلة أخرى، اللي هي مرحلة التخبط والخوف والحديث أن إسرائيل تلعب بالنار وأنها اتخذت قرار فيه مراهنة كبيرة. أنا أعتقد فكرة الجيش أن يستعيد قوة ردعه سوف يتم دحضها من خلال الضربات الموجعة كما نتوقع، والتي سوف تأتي من حزب الله وإيران، وهي سوف تهز هذه الضربات مكانة الجيش الإسرائيلي وقوة ردعه على عكس رغبة الجيش وعلى عكس رغبة الحكومة الإسرائيلية. لكن مع ذلك نستطيع أن نقول أن الرغبة الدموية والغرائزية لدى الحكومة الإسرائيلية هي التي تدفعها لاتخاذ قرارات مثل هذا النوع. يعني نحن نرى كل يوم في هناك مجازر، كل يوم في هناك قتل، وكل يوم في هناك اعتداءات على الفلسطينيين، وبالتالي في هناك رغبة دموية لأنه لا يوجد أي استراتيجية سياسية للخروج من هذه الحرب، لا يوجد مسار واضح وخارطة الطريق تؤدي لإنهاء هذه الحرب، فبالتالي هذا يدفع المجتمع الإسرائيلي أو المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي لاتخاذ قرارات سوف تؤثر سلباً على مكانة الجيش وعلى مكانة الدولة. وأنا بعتقد يعني رغم أن جميع الأطراف لا تريد حرب إقليمية وشاملة، إلا أن الرغبة الإسرائيلية ورغبة نتنياهو ما زالت تصب باتجاه توريط الولايات المتحدة في حرب إقليمية ضد حزب الله وضد إيران، وهنا يتحقق رغبة نتنياهو في البقاء في سدة الحكم. نتنياهو حاول مرارا هذا وتكرارا على مجال أو يعني في سبيل الحديث عن الحرب النظامية التي تقوم بها إسرائيل، لكن أيضا دعوة إيتمار بن غفير الإسرائيليين إلى حمل الأسلحة يأخذ الأمور إلى منحى مختلف. يعني المستوطنون يحملون أسلحة، هذا مما لا شك فيه، وهناك الكثير من الحوادث التي حدثت وخصوصا خلال الفترة الماضية. المزيد من المطالبات بحمل الأسلحة كيف تراها يعني وتداعيتها؟ يعني سياسة بن غفير هي سياسة شعبوية، وهي تدغدغ عواطف المجتمع الإسرائيلي الذي يميل نحو اليمين، والدعوة إلى حمل السلاح يعني تذكرني كثيرا بما جرى في الحرب العالمية الثانية وقبيل الحرب العالمية الثانية في المجتمع النازي، وإنشاء ما يسمى بشبيبة هتلر وتسليحهم لكي يقوموا بأعمال تخريب ضد الغجر والشيوعيين واليهود وإلى آخره. يعني نحن نشهد حالة وكأنه في حالة من التوافق العقلي ما بين المجتمع النازي والمجتمع الإسرائيلي الآن، وهذا ما يقوله أنه أيضا يعني شخصيات أكاديمية إسرائيلية. بن غفير في تسليحه أو في تسليحه لقطاع واسع من المجتمع الإسرائيلي هو يسعى ويذهب باتجاه تشكيل ميليشيات خاصة تابعة له تخدمه لتحقيق أهدافه السياسية. والإشكالية ليست في هذه الميليشيات، الإشكالية أن مؤسسة الدولة التي كانت تتحكم مرارا وتكرارا بكل مفاصل القرارات السياسية والعسكرية الآن غائبة، وبن غفير يفعل ما يحلو له. والسبب في ذلك أن نتنياهو عاجز عن إيقاف بن غفير لأنه بحاجة لبن غفير للبقاء في الحكومة. الآن تلاحظين أنه منذ الاغتيالات الأخيرة التي حصلت في طهران والضاحية لا يوجد أي تعليق من أي وزير إسرائيلي، لا نسمع سوى تعليقات من نتنياهو. نتنياهو أوعز لجميع الوزراء بعدم التعليق خوفا أن يكون هذه التعليقات خاصة بن غفير الذي يعلق دوما على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي أن تشكل حالة من استفزاز حزب الله وإيران، وهذا دليل آخر على أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية
يعني تخاف من الرد الإيراني ورد حزب الله، رغم أن هناك تحالف يعني إقليمي لحماية إسرائيل، ورأينا في تقريركم الحديث عن البارجات والتحرك الأمريكي من أجل أن تشكل مظلة حماية لإسرائيل في حال شنت إيران ضربة على إسرائيل، وهذا يتناقض مع الفكرة الجوهرية التي تطرحها أمريكا بأنها تريد إنهاء الحرب.